تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، مع زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية. يأتي ذلك بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، وكذا 46 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى إقامة عدد من الصندوقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية. تشهد مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية انطلاقة جديدة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز شوادر ذات سعة كبيرة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات تتميز بوفرة المعروض، إضافة إلى انضمام المزيد من السلاسل التجارية إلى المبادرة. احنا بنحاول إن شاء الله نقدم أقل سعر موجود بالنسبة للمنتجات اللي موجودة خلاص في السوق. سعرنا بيبقى يعتبر سعر التكلفة. نقدر نوفر السلعة لجميع المواطنين بسعر الجملة للمستهلك أو بسعر المصنع للمستهلك دايركت يعني. عندنا خصومات لحد 70%. إن شاء الله الحاجات الموجودة تكون متناسبة مع الأذواق وتكون إن شاء الله يعني مناسبة لمستويات الشعب المصري إن شاء الله. منذ اللحظة الأولى لفتح شوادر المبادرة والمقامة بمختلف المحافظات أبوابها أمام المواطنين، تشهد إقبالاً كبيراً للاستفادة من التخفيضات على مختلف أنواع السلع والتي تصل نسبتها إلى 60%، مع زيادة العارضين والكيانات المشاركة فيها، ليصل عدد المشاركين في المبادرة إلى 1074 فرعاً لـ 31 سلسلة تجارية بمختلف المحافظات، إضافة إلى 36 معرضاً فرعياً أمام السلاسل التجارية، وهو ما أتاح وفرة المعروض من مختلف أنواع السلع بجودة عالية. احنا حابين ان احنا نقدم منتجاتنا باسعار قليله جدا، طبعا محاربه للغلاء. بنقدم كل السلع للمواطن البسيط. المواطن هيلاقي الرز، هيلاقي السكر، هيلاقي الزيت، هيلاقي المكرونه، هيلاقي مش رمضان، هيلاقي ملابس، هيلاقي كل احتياجات، وبتخفيضات تصل ل 60%. المبادره دي جميله وربنا يكتر منها يا رب. الزيت والسكر كله ده متوفر بكميات كويسه. اشاد المواطنون بهذه المبادره الرئاسيه وبما تبذله وزاره الداخليه من جهود اجتماعيه لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحتين المحلية والدولية. نشكر الرئيس على المبادرة اللي هو عاملها، بصراحة جميلة وبصراحة الأسعار جميلة. الأسعار فيها فروق كبيرة جدا يعني. الحقيقة احنا اللي بنطلبه ان المعارض دي تستمر. أول مرة أخش المكان هنا والمكان جميل جدا وأسعاره حلوة جدا وحاجات متوفرة كتير جدا. صراحة هنا الأسعار جميلة جدا، وبنشكر وزارة الداخلية والسيد الرئيس على الحاجات الحلوة اللي عاملها لنا. وفي السياق ذاته وفي إطار المبادرة، تواصل منظومة أمان توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات إضافية من السلع من خلال سيارات موجودة بالمناطق الأكثر احتياجا وبأسعار مخفضة، وجميع منافذ أمان وكذا المبادرة موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. هكذا تتجدد فعاليات مبادرة كلنا واحد لتواكب المستجدات الاقتصادية التي تطرأ بفعل المتغيرات العالمية من خلال التوسع في مشاركات الكيانات التجارية فيها وإنشاء شوادر جديدة كبيرة تضم كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة. تستمر وزارة الداخلية في أداء دورها الاجتماعي في التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال مبادرة كلنا واحد، والتي تسعى إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال إقامة شوادر في المناطق الأكثر احتياجاً تتوفر فيها كافة أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.